خبرني المقدم قائد كتيب انه خريج ما بعد خبرني انه بيت من تدو بيت علي العجل مور. قال لي انا المقدم راشد اسماعيل ما نسيت. قال لي محمد استشهد عطوه عبد الله يرحمه. شو بقول اليوم لقائد الجيش؟ انا بوجه تحيه كبيره للجيش. لو ابني استشهد انا لحمي كتير بريدي عن خيرات الجيش وخيرات الله يعني. وانا بشدد على موضوع المسامحين اللي فوق موجودين. شدد بقول له لقائد الجيش يكون صارم ب ب ب بعمله وبشديه وباسرع وقت ممكن مثل ما صار بالمخيم تنتهي العمليه فوق.